سهيل، لماذا هذا الإصرار الأمريكي لتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي العقوبة التي تنتظره؟ نعم، بالنسبة للولايات المتحدة فهي تعتبر أن أسانج قام بالتجسس على بعثاتها الدبلوماسية وعرض حياة دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين خارج الأراضي الأمريكية للخطر، وبالتالي فهو يواجه 18 تهمة، وبناء إذا تم إدانته في جميع التهم فمجموع الأحكام التي ستصدر عليه قد تصل إلى 175 عاما. بالنسبة للولايات المتحدة كانت قد تعهدت للجانب البريطاني بظروف محاكمة عادلة وبرعاية صحية ونفسية وعقلية لجوليان أسانج، وكذلك بعدم إخضاعه لأي إجراءات إدارية خاصة، والتعهد بعدم وضعه في سجن ذا حراسة مشددة، وكذلك إمكانية ترحيله إلى أستراليا لقضاء فترة العقوبة هناك إذا تمت إدانته. فهذه هي كانت لربما المبررات التي على إثرها قامت المحكمة البريطانية بأخذ القرار بترحيل جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة فهي تنظر إلى هذه القضية كمعركة قانونية استمرت على مدى أكثر من 11 عاما، وبالتالي فهي الآن تنظر إلى هذا كنوع من أنواع النصر القانوني على من قام بالتجسس عليها وعرض حياة دبلوماسيها وعسكريها للخطر.